توا كنت نتفرج في الفيديو نتاع منجي الرحوي في قناة نسمة. السيد كشاكشو خارجة مخرج نياب وذنيه كبرت والدخان خرج منهم وعينيه مبرقين والعرق هابط ووجههم مستزرق عاتي على الأحمر عاتي على الموف عاتي على منش عارف علينا الكولور بالضبط. وش قال ليش قتلك؟ يدعو النقابات الأمنية باش تجاوب رئيس الحكومة، يعني يدعو في القوات الحاملة للسلاح باش تجاوب رئيس الحكومة، باش يجاوبوه مثلا يمشيوا له للبيرو مثلا يعطيوه ما نعرفش ورد، يعني كيفاش؟ يعني عباد هز السلاح برا مشاو جاوبوا رئيس الحكومة، يعني يا ما جاوبوه بانقلاب يا ما جاوبوها بتقتلوا 10 20 30، يعني نايب في البرلمان يدعو إلى حرب أهلية وفي أبسط حاجة يدعو لانقلاب عسكري. حط لي هذا على جنب، زيد يخلط عليه سي توفيق بن بريك. توفيق بن بريك عاد خليني عاد السيد مش يندب في وجهه ويحرض في تحريض عمري مريت فين في قناة نسمة اللي مولاه شكون نبيل القروي اللي غاطس في الديون للدولة لهنا بالمليارات. لانيش نتذكرت انا بالضبط كي شفت الفيديو متاع قناة نسمة والتحريض اللي تعمل فيه ثلاثة ايام هذوما وما شفت حتى ردة فعل لم الدولة لم الهيكاء لم حتى حد، ذكرت الحرب الاهلية في رواندا. الحرب الأهلية في رواندا بدأت بجريدة اسمها كيميا ماتيكا. الجريدة هذية بدأت بشوية ذماء بشوية ركاكة بشوية مساطة جماعة ضد جماعة وتقرب الجماعة اللي في السلطة. بعد الدولة عجبتها اللي عملته جريدة ذي شريوا راديو اسمه RTLMC. الراديو هذي كان بش مختص كان مختص يعمل شوية نكت قباح على شوية غناء مودرن، ما بينك انه كانت القباح وكان الغناء المودرن يعمل شويه سكتشات يدعوا فيهم جماعه من الشعب على جماعه اخرين. اسمع هذوكم راهم حيوانات، هذوكم راهم ما نعرفش دوزيام ديغري، هذوكم راهم درشنيه، هذوكم درشنيه. والدوله عجبتها اللعبه هذه، شريت الراديو وشريت الجريده هذيك. وصلوا يفرقوا في الراديوات فك القرى وفي الارياف اللي ما عندوش راديو. المهم اسمع هذوك مش قاعدين يحكيوا وتمت الحكايه من اخر التسعينات، لا مش اخر التسعينات، من التسعينات حتى العام 2000 بدات حرب اهليه في رواندا تكلفت 800,000 مواطن مات من جرد شكون؟ من جرد التحريض الاعلامي. وتقيدت في كتب التاريخ انه الحرب الاهليه في رواندا بدات من اعلاميين. وقت اللي وفات الحرب الصحفيين الكل تقيدوا كمجرمي حرب وحاكموهم كيفهم كما جنرالات وكيفهم كما اللي قتلوا واللي اغتصبوا كل شيء، حاكموهم على اساس انهم مجرمي حرب. علاش؟ خاطر تسبوا في مقتل 800,000 مواطن. رواندا ما عندهاش برشا من الحرب اللي فات فيها، لكن اليوم يظل فما اعلاميين يحبوا يعملون رواندا جديده في تونس. حسبي الله ونعم الوكيل.